إن أغلب الأشخاص لديهم ميل لتبادل المعلومات الخاطئة التي مع مرور الوقت يمكن التعامل معها على أنها حقيقة، وبالطبع لا يعد جسم الإنسان استثناء من هذا السياق. لذلك سنعرض لكم في هذا المقطع بعض الاعتقادات الخاطئة عن أجسادنا، تابعونا. واحد، حلاقة شعر الذقن للرجل تزيد من كثافته. إن الاعتقاد بأن حلاقة شعر الذقن أو الصدر للرجال يؤدي إلى كثافة الشعر ونموه اعتقاد خاطئ تماماً، رغم أنه شائع جداً. والصحيح هنا أن حلاقة الشعر لا تغير من كثافته أو لونه أو حتى معدل نموه، وتعطي الحلاقة بالشفرة طرفاً غير حاد للشعر، وقد نشعر بخشونة أطراف الشعر لبعض الوقت بينما ينمو من جديد، وقد يكون الشعر خلال هذه المرحلة أكثر وضوحاً وقد يبدو أغمق أو أكثر، لكنه ليس كذلك في الواقع. استشر طبيبك في حال لاحظت زيادة مفاجئة في شعر وجهك أو جسدك، فقد يكون هذا ناتجاً عن أثر طبي جانبي أو قد يكون لأحد أعراض ظرف طبي باطني. ومن أجل ضمان النتائج لا تتبع أياً من المقولات الشائعة أو المترددة في هذا المجال، إنما اتبع العلم وما يقوله المتخصصون. 2. اللسان مقسم لمناطق للتذوق. خريطة اللسان أو خريطة التذوق معتقد خاطئ تماماً، مفادها أن أجزاء مختلفة من اللسان هي المسؤولة بشكل حصري عن الأذواق الأساسية المختلفة، ويتضح ذلك من خلال خريطة توضيحية للسان مع أجزاء معينة من اللسان وصفت لكل طعم. على الرغم من ذلك يدرس في المدارس على نطاق واسع، وقد تم إثبات أنها خاطئة علمياً في وقت لاحق، فكل أحاسيس التذوق تأتي من جميع المناطق في اللسان، على الرغم من أن بعض الأجزاء تكون أكثر حساسية لبعض الأذواق. 3. يمكن أن تنمو بذرة داخل المعدة. إذا كنت من الملمين بعلوم الأحياء، فمن المؤكد أنك تعرف أن حامضية المعدة مرتفعة جداً بسبب الأحماض القوية التي تستعملها في عصارتها الهضمة لهضم مختلف أنواع الأطعمة. هذه الحامضية المرتفعة قادرة على إذابة معظم ما يدخل إلى الجهاز الهضمي حتى العلكة، لكن بعض أنواع الطعام مثل البذور التي تحيط نفسها بغطاء صلب قد لا تتمكن عصارة المعدة من تفتيتها وإذابتها، عندها تعمل على إخراجها كما هي من الجسم عبر الفضلات، فلن يحدث أن تنبت شجرة داخلك من هذا السيناريو، إنما سينتهي الأمر قبل أن يرى النور، ذلك أن إنزيمات المعدة القوية ستعمل على هضم البرعم الصغير بسرعة كبيرة قبل أن يكتمل. 4. جنية الأسنان. إنها شخصية من الفانتازيا ترتبط بفترة الطفولة المبكرة، ويشاع في الفلكلور أنه عندما يفقد الطفل إحدى أسنانه ويضعها تحت الوسادة فإن جنية الأسنان ستزوره ليلاً وستستبدلها بهدية صغيرة. وتقليد ترك السن تحت الوسادة لتأخذها جنية الأسنان في العديد من بلدان المحيط الإنجليزي. 5. يستمر الشعر والأظافر بالنمو بعد الموت. يحتاج الشخص إلى الاستمرار في تناول الطعام وهضم المغذيات وإجراء العمليات الحيوية في الجسم كي تنمو أظافر اليدين والشعر، لكن بعد وفاة الشخص ليست هناك طريقة لأن ينتج الجسم المزيد من الكرياتين من أجل صناعة الشعر والأظافر، ومع ذلك قد يبدو أن الجلد والشعر ينموان بعد الوفاة، فعندما يبدأ الجلد الميت في الجفاف يتراجع ويسحب بعيداً عن جذور الشعر وأطراف الأظافر، بالإضافة إلى أن الشعر والأظافر لا يتأثران بنقص الرطوبة، مما يجعلها تبدو كما لو أنها نمت. 6. ليس لدينا سوى 5 حواس. في الواقع لدينا ما لا يقل عن 9 حواس، في حين يعتقد معظم العلماء أن لدينا حوالي 21 حاسة. في الأساس الإحساس نظام حسي يستجيب للتحفيز الفيزيائي ويتوافق مع منطقة دماغية معينة تستقبل وتفسر الإشارات، وبغض النظر عن حواس البصر والصوت والشم والذوق واللمس، هناك أيضا حواس الحكة والحرارة والعطش والجوع وغيرها. 7. القراءة في الضوء الخافت تفسد النظر. لم يجد الباحثون أي دليل على أن القراءة في الضوء الخافت تسبب تلفا دائما في العين، إذ بإمكانها أن تسبب إجهادا للعين وانخفاضا لحدتها بشكل مؤقت، لكنها تهدأ بعد الراحة. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.